عقبات تعترض الحسم العسكري الذي يلوح به النظام السوري ومؤيدوه منذ شهور، فعمليات القوات الحكومية باتت تسير على نمط واحد. على أطراف المدن والقرى التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة توجد مرابض مدفعية الجيش السوري ودباباته، ومنها يحصل القصف بوتيرة يومية تقريبا. أما عمليات التوغل فلها أثمانها. أكثر من هذا، يقول المعارضون إنهم أسقطوا بالفعل عددا من الطائرات المروحية التي يستخدمها الجيش السوري في الإغارة على مناطق يفتقد السيطرة عليها. لكن المقاتلين يتكبدون خسائر كبيرة أيضا. دوما مثلا التي تقع على أطراف العاصمة تحاول القوات الحكومية السيطرة عليها منذ أسابيع، إلا أن ثمن بقائها خارج سيطرة الحكومة باهظ. اليوم منذ قليل تم دفن 59 شهيدا سقطوا خلال اليوم الماضي. يقول المعارضون أنهم رغم افتقادهم للسلاح النوعي إلا أن عاملا آخر لا يقل أهمية يتيح لهم الصمود. إنهم يتحركون في بيئة صديقة، بيئة شهدت منذ الأيام الأولى للانتفاضة تظاهرات منددة بالنظام. هذه التظاهرات لا تزال إحدى سمات الانتفاضة السورية رغم العسكرة المعلنة التي يعول عليها المعارضون لرفض كل مشروع حل سياسي يرون أنه لا يستجيب لمطلبهم بإسقاط الدكتاتورية على حد قولهم. مثل هذه الشعارات رفعها المتظاهرون الجمعة أيضا، لكن الوضع في المقلب الآخر يبدو مختلفا. هنا لا مجال للتراجع أمام تهديد مسلح يراه الموالون تجسيداً لإرهاب مدعوم من القوى الخارجية. الإعلام الرسمي السوري يخوض مواجهة مفتوحة، نادراً ما يغطي أخبار هذه التظاهرات، لكنه يفرد مساحات كبيرة للحديث عن الخسائر التي تلحقها قوات الأمن السورية والجيش بالمسلحين. في سوريا الحكومة والمعارضة الشعبية تتبادلان أعنف الاتهامات. حكومة تقول إن معارضة ما تشكل رأس حربة لاحتلال أجنبي ينبغي محاربته، ومعارضون باتوا ومنذ شهور يصفون جيش دولتهم بأنه قوة احتلال. وائل الحجار، بي بي سي.